أهلا بكم إذا مجددا مشاهدينا الكرام في شارع الجنوب. سنتحدث الليلة عن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة وما أحدثته هذه المبادرة منذ نشأتها حتى الآن من تطوير كبير وتأثير في حياة الناس من خلال لقائنا وضيفي وضيفكم الكريم الإعلامي الأستاذ عباس موسى، وهو من أحد أبرز القيادات الطبيعية بمحافظة أسوان. أستاذ عباس أهلا بك معنا. أهلا بك أستاذ خالد، أهلا بحضرتك وأهلا بأسرة قناة طيبة برنامج شارع الجنوب لهذا اليوم من إعداد وإخراج، ولحضرتك وخلف الهواء وخلف الكاميرات وغرفة الهواء. شكرا جزيلا. ورئاسة القناة ونواب رئيس القناة برضه. شكرا جزيلا. الله يخلي حضرتك يا باشا. نورنا وشرفنا. الله يخليك يا أستاذ خالد. أستاذ عباس، يمكن أنت متابع كإعلامي يعني منذ عشرات السنين فيما يتعلق بالريف المصري بشكل خاص، يعني أكثر من مبادرة كانت أطلقت لتطوير هذا الريف، منها مثلا مبادرة شروق من فترات طويلة بالضبط، ألفية مثلا على سبيل المثال. يعني ما الذي يعني يعطي خصوصية لمبادرة حياة كريمة عن غيرها من المبادرات السابقة؟ أول بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبدأ نقول على مدار 4 سنوات منذ إطلاق مبادرة حياة كريمة في يناير 2019، وهي مبادرة رئاسية من السيد رئيس الجمهورية، شهدت قرى ونجوع وعزة بمحافظات مصر طفرة جديدة لتغيير ملامح الريف المصري وبداية للمشروعات العملاقة. مبادرة حياة كريمة طبعا هي حزمة من المشروعات التنموية والخدمية، تهدف لتلبية أمال وطموحات المواطنين والمساهمة في تحسين وتغيير ملامح القرى والنجوع في مختلف مراكز ومحافظات مصر. نقول هدف يعني فلسفة المبادرة بشكل عام، يعني نقول في محافظة أسوان بقى شملت الموظف في محافظة أسوان. هنا عندنا نصيب في قطاع، طبعا عندنا قطاع المياه الشرب والصرف الصحي، في قطاع الصحة، في قطاع التعليم، في قطاع الشباب والرياضة، في الاتصالات، في الكهرباء، إحلال وتجديد أسلاك، في طرق وكباري، في مجتمعات عمرانية جديدة. كل المشروعات دي تبقى على أرض الواقع. يعني إحنا القرى زمان كانت مهدرة، تبص في القرى حاليا غيرت ملامح القرى تماما. يعني خلينا يعني بداية برضو نقول بعض الأمثلة، يعني مشروع الصرف الصحي، كانت القرى يعني بصراحة معدومة خالص، كانت عايشة القرى على البيارات اللي هي بالحفر بالتويس والحاجات دي. النهارده بعد القرى اللي دخلها الصرف الصحي، ولكن نقول يعني حاليا بيتنفس فيها الصرف الصحي، يعني الشبكات ما تنفذتش لسه، العمل شغال على قدم وساق. تشوف القرية دخل فيها صرف صحي، القرية اللي بيدخلها فيها حياة كريمة بيدخل غاز طبيعي، بيعمل حساب غاز طبيعي، اتصالات، مراكز خدمات متكاملة. النهاردة المواطن ما بيروحش مقف، بينزل المدينة في القرية الرئيسية مركز الخدمات المتكاملة، بيلاقي كل الخدمات بتاعته موجودة في خلال مركز الخدمات الجماهيرية متكاملة. طيب يعني برضو بنتكلم عن فلسفة الأولويات، يعني ما الذي يحدد أولويات مثلا هذا المشروع يتم أو لا يتم، يعني أو يتم في هذه القرية ويعني ولا يتم في قرية أخرى، يعني أولويات ده إيه؟ هو الأولويات كل قرية بتنزل لجنة من منسقين حياة كريمة، جلسة مع أهالي القرية، احتياجات المجتمع، يعني احتياجات القريه ايه؟ احتياج مثلا عندنا عايزين مكتب بريد، عايزين مثلا مدرسه، عايزين وحده صحيه، في ظل غياب المحليات، في ظل ما بتنزل اللجنه على ارض الواقع في كل قريه. يعني اقصد ده كان دور من ادوار اعضاء مجلس المحل للقريه والمدينه والمركز، فالقيادات الطبيعيه اللي بتقوم بهذا الدور حاليا. القيادات الطبيعيه في القريه، في كل قريه، يعني مثلا عندنا في مجلس قريه العباسيه المشروع حياه كريمه حاليا بينفذ في 4 قرى رئيسيه، منها القريه الام، قريه العباسيه، منها قريه البصالي، منها قريه 7 قبلي، منها قريه ازبط العرب. دول بينفذ فيها حاليا مشروع الصرف الصحي. ليه طب انتم كقياده اخترتوا القرى دي عن غيرها؟ ما دي يعتبر العباسيه كبيره، دي يعتبر العباسيه عندنا 14 قريه وتابع، تمام؟ دي قرى رئيسيه بيخلصوا نسبة 75% أو 85% من المشروعات القائمة اللي شغالة بيخش في القرى المدرجة الثانية دي. يعني عندنا برضو في الإسماعيلية، الصدقية، التوفيقية، العلاقات، الخور، دي قرى مدرجة حاليا ولكن لم يتم التنفيذ فيها برضو. طيب بالنسبة برضو نرجع لفكرة الأولويات، برضو بالنسبة للصرف الصحي وحضرتك قلت لي التعليم والكهرباء، هل المبادرة بتشتغل في كل ده في خط متوازي ولا
بتشتغل على قطاع معين وتخلص تروح قطاع تاني؟ والله هو النهارده الشغل ده بياخده مجاولين، كل مجاول بياخد الشغل بتاعه. نعم. الكهرباء بتنزل طبعا، بيعمل له مسح شامل من احلال وتجديد اسلاك وتغيير محولات الى اكشاك كهربيه واسلاك معزوله. نعم. نرجع برضو للصرف الصحي ومياه الشرب. بينزل اول حاجه بداوا بيها في القرى دي مياه الشرب والصرف الصحي، مياه الشرب حدود، لان القرى كانت فتره الصيف احنا عندنا حاليا كانت المياه بتبقى تعبانه خالص. نعم. فبدأوا بمشروع مياه الشرب وتغيير شبكات وتوصيل مياه الشرب داخل كل القرى. نعم. جميل جدا. طيب يعني نرجع لحضرتك، في سياق حديثك تحدثت عن حاجة مهمة هي مراكز الخدمات الجماهيرية. وهل المراكز دي ازاي وفرت جهد ووقت بالنسبة للمواطنين؟ مراكز الخدمة دي لو قلنا كل يعني تم يمكن من حوالي 15 يوم زي كده بيكون تم افتتاح حوالي في قرية المشية، افتتح المركز التكنولوجي للخدمات الجماهيرية وقرية العباسية برضو تم افتتاحه. بتدي دور النهارده المواطن من بدل من قريه مصر الاسماعيليه وقريه التوفيقيه وقريه عزباء، اي قريه من توابع القريه العباسيه بيروح مجلس ومدينه كومومبو، لا بيطلع على القريه العباسيه في مركز الخدمات بيلاقي كل الخدمات بتاعته متواجده. تمام. تموين، كهرباء، صحه، كل سجل مدني كله بيشتغل في مركز الخدمه الجماهيريه. مركز الخدمات الجماهيريه ده كان مركز تقريبا مثلا في العباسيه، هو مركز واحد العباسيه، مركز واحد في القريه الام، في القريه الام، قريه ام بس مع كل قريه ام بيكون فيها مركز خدمات مركز خدمات جماهيريه. جميل. طيب قطاع مهم الساعه بس برضه هو قطاع الصحه، وقطاع الصحه يعني في حاجات كثيره، في الوحدات الصحيه، في التامين الصحي الشامل. قطاع الصحه احنا عندنا في محافظه اسوان عامه عندنا 11 مستشفى تابع منظومه التامين الصحي الشامل، وعندي 112 وحده صحيه ومركز طبي على مستوى محافظات على مستوى محافظه اسوان، دول داخل منظومه التامين الصحي الشامل. تم بدا حاليا يمكن من تم تشغيل مستشفى ابو سنبل الدولي، وتم مستشفى خورس الدولي برضه تم افتتاحها، وتم برضه مستشفى الرمد باسوان ومستشفى المسله. جميل. دي منظومه التامين الصحي الشامل. تمام. باقي المستشفيات الثانيه يمكن يعني في خلال الشهر الجاي يمكن يتم افتتاح بعض الوحدات الصحيه وبعض المستشفيات حتى تكتمل منظومه التامين الصحي الشامل داخل محافظه اسوان. نعم. طيب المبادره مبادره حاجه كريمه بالنسبه لقطاع الصحه مثلا، يعني في تحديات مثلا منها بعض الوحدات الصحيه اللي تحتاج ترميم او احلال وتجديد، او حتى على مستوى نقص الاطباء، ويمكن برضه الدكتور ايهاب والمجموعه حاولوا يعالجوا الامر ده في التكليف السابق ده، وودوا بعض الدكاتره لهذه الوحدات. يعني المبادره ازاي حلت بعض المشاكل الصحيه اللي زي دي كده يا باشا؟ احنا ممكن المبادره يعني خلينا في الوحدات الصحيه اللي كانت قائمه من فترات طويله تم ازالتها وانشائها من جديد. تمام. الوحده كانت عباره عن دور ارضي بس دور واحد. نعم. حاليا هذا المجسم بتاع الوحدات الصحيه المرسوم حاليا ثلاث ادوار مجسمين. نعم. ومجهزين بكل الاجهزه وكل المعدات الطبيه. نعم. جاهزين على الافتتاح وتدعيم ببعض التخصصات حتى يكون المواطن النهارده بدل ما يذهب الى مستشفى مركزي بيلاقي الخدمه بتاعته، الخدمه الطبيه والخدمه العلاجيه داخل القريه بتاعته. نعم. ده كويس مع توفير الاطباء. يعني الوحدات كانت بتعاني فتره طويله من قصه الاطباء. الوحدات كانت بتعاني والمواطنين كانوا بيعانوا اشد المعاناه. النهارده الواحد تعمس بالليل او حاجه زي كده، جاله ظرف ضارق وعايز يروح يعني دور عربي يروح المستشفى المركزي. نعم. بتاعه، فالنهارده الخدمه بتاعته بيكون. نعم. موجود في داخل القريه بتاعته. ايضا في هذا الاطار ايضا يعني بنتكلم عن اسوان، لكن برضه في اطار حياه كريمه في قنا، المحافظ اللي هو اشرف الداوودي محافظ قنا قرأ ان مديريه الصحه والسكان نظمت قافله طبيه مجانيه بقريه الدير الغربي التابعه لمركز قنا ضمن فعاليات القوافل الطبيه التي تنظمها وزاره الصحه والسكان في النجوع والقرى الاكثر احتياجا ضمن مبادره حياه كريمه. اضاف الداوودي ان القافله نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1130 مواطنا في 7 تخصصات طبيه بواقع 454 حاله طب اطفال و226 حالة أمراض باطنية و207 حالة طب جراحة عيون و93 طب وجراحة فم وأسنان ونساء وتلويث 35 36 تنظيم أسرة، فضلا عن إجراءات فحوصات معملية. الدكتور راجي تودروس وكيل وزارة الصحة بقنا
قال انه الى جانب ما تقدمه القفر الطبيه من خدمات طبيه وخدمات الاشعه والتحاليل والاضافه الى الصيدليه يتوفر بها جميع الادويه وتحويل الحالات التي تحتاج الى اجراء عمليات جراحيه للمستشفيات التابعه لوزاره الصحه. فان القافله ايضا تقوم بخدمات التوعيه حيث جرى عقد ندوتين لتوعيه الاهالي بالصحه الانجابيه وخطوره الزياده السكانيه والوقائيه والوقايه من الامراض المختلفه. واضح استاذ عباس برضو ايضا ان يعني هذه القوافل الطبيه تاتي ضمن المبادره مبادره رئاسيه. كان عندنا في برضه في مجلس قرى عم بباسيه كان بتنزل قوافل طبيه كل قريه بينزلوا فيها على مدار يومين. نعم. يعني اليوم واحد مكفيش بينزلوا يومين. القافله دي بكده مجهزه فيها تخصصات ترامات فيها باطنه فيها عظام فيها كل التخصصات تبقى موجوده. دي قوافل بتبقى متنقله. قوافل متنقله. قوافل متنقله بالاطباء وطاقم الاطباء وطاقم التمريض وكله بتبقى جاهزه. جميل جدا. برضو يعني الواضح وفيها برضه بيبقى العلاج لو حد محتاج مثلا علاج على نفخه الدوله بتاعه بتحوله للقافله بتحتاج عمليات وكده بتحتاج عمليات ثانيه بيحوله على الجهات اللي هي مختصه. نعم. سواء مركز العيون او اي حته في تخصص ثاني. طيب يمكن ننتقل برضه هنا بنحاول نلمس في كافه القطاعات يعني تكلمنا بشكل حتى ولو مختصر عن قطاع الصحه. قطاع زي التعليم في بعض المدارس ايضا تحتاج الى احلال وتجديد، بعض المدارس تحتاج الى ترميم، بعض المدارس تحتاج الى قرارات ازاله ايضا واعاده بناء من اول وجديد. قطاع التعليم برضه من اهم القطاعات في مبادره حياه كريمه. وكان لها نصيب الاسد برضه في المبادره الرئاسيه. لو شفنا المدارس من فتره قبل حياه كريمه وشفت الشكل الجمالي للمدارس حاليا تطويرها وتجهيزها بالمعدات الحديثه والجوده سواء مدارس تعليم فني سواء تعليم اساسي بتبقى يعني دخلت خدت الوضع بتاعها التطوير والمعدات كامله. لو قربنا الامثله على العباسيه برضو نحاول نظهر الامثله على المكان قريب منك عشان نوضح الصورة أكثر للمشاهدين فيما يتعلق بإحلال وتجديد بعض المدارس أو حتى إعادة بناء أو ما إلى ذلك. هو غير العباسية يعني كل قرى النهارده دخلت تطوير في حياة كريمة ده دخل من المدارس برضه. جميل. يعني أنا عندي في مركز منكم عندي تسع مجالس قروية. تسعة مجالس قروية. ايه هم بقى عشان برضه المشاهد رفع عندي مجلس قروي العباسية وفي مجلس قروي المنشية، مجلس قروي الكفور، وفي مجلس قروي حجازة، في مجلس قروي العطمور قبلي، في مجلس قروي فارس، في مجلس قروي جليت، في مجلس قروي سلوة، في مجلس قروي الكجوج. كل المجالس القروية دي حياة كريمة بنسبة 50 أو 60% نزلت في القرى بتاعتها. نعم. سواء مياه شرب وصرف صحي، صحة، تعليم، طرق، كباري. نعم. طيب أنا بس برضو عشان نحط المشاهد الكريم في الصورة اتكلمنا عن قنا من شوية والقافلة اللي اتكلم عنها المحافظ اللواء أشرف غريب الداوودي. في سوهاج أيضا فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة في إطار التعاون الدائم أيضا والدعم المستمر لمبادرات مؤسسات المجتمع المدني التي تهدف لخدمة المواطنين. أعلنت محافظة سوهاج عن قيام بعض المؤسسات زي مصر الخير بتنفيذ مشروع تحسين جودة مياه الشرب للقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة تقدر ب 12 مليون جنيه. تم الانتهاء من إحالة تجديد شبكات المياه بقرى بلسفورة بمركز سوهاج. بلسفورة دي بلد طبعا الشيخ علي يوسف الله يرحمه والصوامع الشرق بأخميم ودق 2 بئر ارتوازي بقريتين بدار السلام وتل الزوكي ايضا بطمه بتكلفه اجماليه بلغت 3,585,000 جنيه. طبعا طمه دي بلد علماء كثر يعني دي الدكتور سيد طنطاور الله يرحمه طبعا الشيخ الازهر السابق. اضاف اوضح محسن مقاول مدير مكتب مصر الخير بسوهاج ان العمل جاري في عدد 7 مشروعات اخرى بتكلفه اجماليه تقدر ب 6 ملايين جنيه. ومشينا تلك المشروعات الجاريه تنفيذها تشمل احلال وتجديد شبكات المياه بقرى بندار الشرقيه والغربيه بجرجه والصامع غرب بطهطة والصامع شرق بأخميم والصامع غرب بطهطة 2 وأولاد عزاز بسوهاج بالإضافة لدق بئري ارتوازيين بالشيخ سعيد وبني منصور مركز البليانة. أيضا في إطار مبادرة حياة كريمة في سوهاج تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية بسرعة تجهيز وتشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها ضمن مبادرة حياة كريمة تابعة محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي
أعمال فرش وتأثيث مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والبالغ عددها 30 مجمعا خدميا حكوميا تمهيدا لتشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين. المحافظ اللواء طارق الفقي محافظ السواق قال أنه تم توريد الفرش والأثاث لعدد 11 مجمعا حتى الآن، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي حياة كريمة بمحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال الفرش والتأثيث ونقل الموظفين لمقرات مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة والبدء في تقديم الخدمات للمواطنين حتى يشعر المواطن بثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. جدير بذكر أن محافظة سوهاج شهدت الانتهاء من 30 مجمعا خدميا حكوميا بقرى المبادرة لتطوير الريف المصري لتقدم خدماتها وتوفير الوقت والجهد ومنع التكدس والازدحام. أيضا توزيع المجمعات الحكومية في سوهاج على النحو التالي: مجمعات مشطة وأم دومة، الريينة، المضمر، سلمون بمركز طمة، مجمعات السلام والخيام وأولاد سالم قبلي وأولاد يحيى بحري بمركز دار السلام، مجمعات شندويل والغرزات البطاخ وأولاد إسماعيل بنويط بالمراغة، مجمعات سفلاق الجلوية بمركز ساقولتا، مجمعات البربة والعوامر بحري والمجابرة وبيت داوود وبيت علام بمركز جرجة، مجمعات برديس أولاد عليو بني حميل عرابة أبيدوس مركز البليانة، مجمعات الروافع العيسوية أولاد حمزة أولاد سلامة الدويرات الزوك الغربية بمركز المنشأة. يعني دي برضو كانت إطلالة حول بعض أو آخر تطورات مبادرة حياة كريمة في محافظة سوهاج. واضح طبعا الكلام عن المجمعات اللي احنا تكلمنا عنها بالضبط لمراكز الخدمات الجماهيرية. لمراكز الخدمات الجماهيرية بتؤدي الخدمة للمواطن من داخل كل قرية. طيب احنا تكلمنا عن التعليم برضو عن بعض المدارس والإحلال والتجديد، وهل انتوا كقيادات طبيعية بتحطوا ايديكم مثلا على بعض المطالب او الاحتياجات بتقولوا يا جماعة للمنسق المبادرة زي المهندس ناجح والدكتور محمد مثلا مجموعة المسؤول عن المبادرة هنا في أصوات تقول يا جماعة مثلا المكان ده محتاج كذا؟ احنا يمكن المهندس ناجح برضو منسق جاء القرية عندنا باتصال به وعددنا معاد ونزل القرية عندنا وشاف احتياجات القرية ايه. احنا احتياجات القرية طبعا زي ما تقول في محتاجة امام مكتب بريد. جاءت اللجنة علينا عينته وإن شاء الله بإذن الله مستنين الفرج القريب حتى يتم اعتماد مكتب بريد للقرية. نعم. ويخدم القرى اللي جنبينا. نعم. القرى الثانية يعني وده مهم جدا جدا. لو تكلمنا برضو من ضمن الخدمات حياة كريمة النهاردة حياة كريمة برضو حتى في مجال الري تغطية وتبطين الترح نزلت في يعني يعتبر بنية تحتية كاملة. بتم قطاع مهم قطاع الري والزراعة. الري والزراعة تبطين وردم الترح يعني جميل وبعتنا في حتة تانية برضو نظام الكباري. يعني عندنا في كوبري برضو كنا بنعاني. كان معمول من 1902 مع بداية ترعة كاسر. ده تم إنشاء حياة كريمة يعني صراحة خدم حل مشاكل حل مشكلة. يعني اللي في نصر النوبة بيجي بيكون راح ضراو بيجي على الطريق ده البصالي الإسماعيلية هو طريق اللي ذكرته قبل كده في غير محور كلبشة ده طريق بيصلك وياي من ترعة كاسر تمام البصالي الكوبري اللي اتعمل بتاع الحياة كريمة ده بيطلع في ترع خمسة فرع خمسة بيجي طريق ناحية مطار ضراو وبياخد طريقه اتجاه على سوق ضراو. طيب احنا اتكلمنا في البداية برضو عن الصرف الصحي، والصرف الصحي برضو يعني مشكلة كانت بتعاني منها القرى خاصة من فترة طويلة وبتعتمد للأسف على البيارات والبيارات يعني يا ريت برضه احنا معظم القرى اللي هي المدرجه حاليا في الصرف الصحي الاهالي بيطلبوا ان يتم التنفيذ فيها في الصرف الصحي. نعم. لان يعتبر من الاساسيات ومن اهم المشروعات في الصرف الصحي ده. نعم. داخل كل قريه لان الصرف الصحي كمان مكلف محطاته مكلفه لان احنا برضه منتظرين المهندس الاستشاري يجينا عشان نحدد لان حددنا المساحه المطلوبه لانشاء المحطه سواء كان قرطين او ثلاث قراريط او بتاع حتى يتم البدء في مشروع الصرف الصحي. نعم. فده يا ريت برضه الاستشاري بينزلنا عشان الاهالي بتعمل حسابها وتستعد. نعم. لشراء قطعه الارض اللي هي كنا ان شاء الله محطه الصرف الصحي. طيب استاذ عباس يعني كاعلامي برضه حاجه مهمه بالنسبه للمواطنين دلوقتي اصبحت زي الميه والاكل والشرب والاتصالات سواء التليفونات او الانترنت او ما الى ذلك لان كل حاجه بتعتمد على ده دلوقتي مش حاجه ترفيهيه يعني برضه
المبادرة لمست في هذا القطاع ازاي؟ المبادرة زي ما نقول احنا بنية تحتية نزلت اتصالات، طبعا لذلك الغاز الطبيعي ولسه ما اشتغلش بس عاملين حسابه موجود حاليا كل قريه نزل فيها عمل حساب للغاز الطبيعي، مجرد ما هيتم توصيله اسوان ومراكز ثانيه هيتم توصيله للقريه دي. ليه بقى؟ عشان بقى كده في اي شغل ولا حاجه يبقى الطرق مؤجله. الطرق حاليا في مركز منطقه كومبو مؤجله حتى يتم الصرف الصحي والغاز الطبيعي ومياه الشرب والصرف الصحي داخل كل قريه، حتى يتم بقى كده الرصف، بقى اكتملت كده المراحل الحفر والحاجات دي كلها، يبقى يرصف الطرق على النظافه ويرصف الشوارع. مش زي زمان مثلا كل واحد بيشتغل لوحده، كل مقاول بيجي ويحفر حتى لو شارع مرصوف من سنه وسنتين وخمس شهور يجي مقاول بقى يركب كامل او حاجه. لا، فكده الخطه معموله ان يتم الانتهاء من الحفر كل الحفر، وبعد كده تنزل الرصف، ينزل الرصف للشوارع. نعم. طيب برضو ده يعني من الحاجات المهمه في مبادره حياه كريمه، زي ما قلنا موضوع شبكه الانترنت والاتصالات، والوزير الحياه الدكتور عمرو طلعت بذلين جهد كبير جدا في هذا الاتجاه، لان برضو زي ما قلنا الانترنت النهارده والاعتماد على الاتصالات ما اصبحتش حاجه ترفيهيه ولكن حاجه مهمه جدا بالنسبه للمواطنين. مجال الكهرباء والاناره. مجال الكهرباء القرى برضو اللي هي معد مدريه بتنزل فيها الكهرباء مسح شامل، بمعنى تغيير اعمده متهالكه، تغيير اسلاك اللي هي الاسلاك المكشوفه الى اسلاك معزوله، محولات واكشاك جاهزه. نعم. القرى اللي هي بتشملها مدري فيها كريمه واللي تنفس فيها المشروعات الحلال تجد الكهرباء. نعم، خاصه ان بقى في قرى كانت بتحتاج لبعض الاعمده، بعض الكشافات. في قرى النهارده كانت بتعاني الناس مش لاقيه اسمتها، فحاليا القرى اللي تم توصيل الاعمده ودخلت خطه حياه كريمه وصلوا الاعمده واكشاك كهربائيه من 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 محولات معلقه الى اكشاك. نعم. موطأة. نعم. شايف ايه طب يعني في الفترة المقبلة ايه اللي ممكن يعني تقدمه مبادرة، خاصة ان احتياجات الناس متزايدة ومطالبها متزايدة، وفي بعض المشاكل او التحديات اللي تواجهها المبادرة بالتأكيد في الفترة المقبلة؟ يمكن احنا كدورنا متواجدين مع الاهالي في القرى والنجوح، معظم الاهالي بتطالب ايه الصرف الصحي. ده صرف من الاساسيات بالزبط. لان القرى زي ما حضرتك بياخد وقت وياخد فلوس كمان، بياخد وقت وبياخد اهتمام. لما حضرتك تعرف القرى بتعيش وسط زراعات وسط مصارف، فبتبقى في نشا في على الحوائط او البيوت، والبيارات بتنشا بتعبى. يعني النهارده في ناس بتنزح البيارات بتاعتها بتكسحها مرتين ثلاثه في الشهر او اربع مرات. ده مكلف طبعا. ده مكلف جدا. يعني كل ما في الشهر يمكن بيدعك له 1000 جنيه و1000 ونص 2000 جنيه النسح. فسرعة الإدراج الصرف الصحي وتنفيذه في القرى اللي هي مدرجة دي مهمة جدا. نعم. ده مطلب الأهالي، أهالي قرى مركز كومبو. ووصول المياه الشرب برضه النظيفة، وصول مياه الشرب ومياه المسناتك برضه. لو تكلمنا الأهالي برضه نقول في بعض الطرق برضه المتهالكة، واحنا قلنا دي برضه طرق رئيسية تعتبر برضه محتاجة تدخل الخدمة في الفترة، تدخل الخدمة. زي إيه مثلا؟ زي بقى أنا عندنا يمكن لو انت رايح كومبو الشارع الرئيسي اللي هو مصر اسوان ده الزراعي. في شارع يوازي بجوار السكه الحديد الجهه الشرقيه. ده شارع لو تم الاعتماد خاصه المنطقه دي زحمه كمان، يعني المنطقه دي زحمه. الشارع ده بيبقى بديل للطريق مصر اسوان موازي للسكه الحديد. نعم. بيبدا من كومبو الى ينتهي في اسوان. نعم. بمزلقان وطردرا ويسلك طريقه. نعم. حتى لو الطريق الثاني في اي اعطال او اي حاجه الطريق ده يسلك وياخذ اتجاهه. نعم. ده حي. نعم. طيب برضو يعني يمكن المحنا في المبادره ارقامها في قنا وسوهاج عن بعض الندوات التوعويه اللي بتنظم من خلال المبادره، زي لو في قافله طب مثلا طبيه، قافله بيطريه، بيبقى على هامش ده بيبقى في ندوات توعيه، ويمكن حضرتك بتهتم بشكل شخصي بقصه الندوات التوعويه اللي بتتكلم عن حاجات كثيره، يعني سواء قضايا اجتماعيه، قضايا سياسيه، قضايا اقتصاديه.
بالضبط. يمكن ده احنا دورنا برضو في كل قريه وكل القيادات الطبيعيه. النهارده لو في قافله مثلا طبيه بيتم مثلا مع الاهالي وتوعيتهم، في قافله طبيه جايه في 8 تخصصات في المكان بتاعها في مكان ما، في سواء في الوحده الصحيه، في منظره فلان، في حتى في فلانيه، فالناس بتتواجد بالنظام طبعا كله، هيكشف جلديه، هيكشف عيون، هيكشف عظام، هيكشف كل واحد حسب التخصص اللي هيكشف فيه. نعم جميل جدا. طيب في النهاية أستاذ عباس، يعني إيه اللي حابب تتكلم فيه في المستقبل المبادرة، واللي محتاجينه مثلا كمحافظة أسوان أو حتى ككومنبو، حضرتك قريب من يعني أو ساكن في كومنبو يعني. والله إحنا كل ما نتمناه ويتمناه الأهالي برضو ده، لأن الأهالي اللي إحنا بنشتغل الأهالي بالضبط نبض الشارع، أن يكون جميع الخدمات اللي هي تكتمل في كل قرية. نعم. صرف صحي، كهرباء، طرق، مكاتب بريد، ده كل حاجات احتياجات أهالي القرى. نعم نتمنى ذلك إن شاء الله في الفترة المقبلة. يعني حاولنا نطوف حول مبادرة حياة كريمة وتأثير هذه المبادرة على حياة المواطنين في محافظة أسوان، والتحديات أيضا التي تواجه هذه المبادرة، وإيه المطلوب من المبادرة في الفترة المقبلة كي تلبي احتياجات المواطنين في محافظة أسوان، والمشاكل والقضايا أيضا الحياتية اللي تواجه المواطن، وإزاي المبادرة تعالج هذه المشاكل والقضايا الحياتية. أنا طبعا في النهاية بشكر ضيفي وضيفكم الكريم الإعلامي الأستاذ عباس موسى، وهو من القيادات الطبيعية بمحافظة أسوان. شكرا أستاذ عباس. شكرا سؤال، شكرا لحضرتك، وشكرا لأسرة البرنامج اليوم، الإخراج والإعداد والتقديم لحضرتك، وغرفة الهواء وخلف الكاميرات. شكرا لحضرتكم وتحياتي. شكرا استاذ عباس. انا بس باقي ان انوه في النهايه قبل الختام، طبعا منذ قليل طيارات انباء حول تكليف الكابتن حمدي حمدان، وهو طبعا احد نجوم اسوان في زمن الفن الكروي الجميل بالاداره الفنيه للفريق الاول لكره القدم بنادي اسوان، بعد اعتذار ميدو عبد الحميد حسن، ما اعرفش اعتذار او ما ايا كان، تقديم الشكر الكابتن عبد الحميد حسن ومع احمد عبد الظاهر، طبعا اثنين نجمين كبار يعني، لكن التجربه ما اقدرش احكم عليها، ما اعرفش ايه اللي حصل. المهم يعني ان في كلام عن تكليف الكابتن حمدي حمدان مع عبد الناصر عباس، ما اعرفش بقى الجهاز مين. المهم يعني جهاز من ابناء اسوان بيتولى في الفتره المقبله. نتمنى طبعا كل التوفيق، لان نادي اسوان مكانه طبيعي في الدوري الممتاز لكره القدم. نتمنى يبقى في جهد مبذول من المجلس الاداره والجهاز واللاعبين في النهايه كي يعود اسوان مره اخرى الى دوري الاضواء والشهره، ودوري المحترفين دوري قوي جدا، يمكن يكاد يكون زي الدوري الممتاز، يمكن كمان اصعب كمان، فمحتاجين جهد كبير جدا من مجلس الاداره والجهاز واللاعبين. والكلام ده مش عن اسوان فقط، عن كل الانديه الصعيد اللي موجوده في المحترفين زي التعدين وزي المقاصه، كل الانديه اللي موجوده يعني. نتمنى كل التوفيق طبعا للقائمين على نادي اسوان في الفتره المقبله. هذا ما سمح به الوقت المشاهدين الكرام في شارع الجنوب. في النهايه تحيات فريق العمل، عبيد عبد الجواد، جمال عبد الناصر، محمد فراج، هاني فتحي، عبد الله عبد الظاهر، اشرف الجندي، ياسر الهواري، وليام فخري، الاعداد محمد عاطف الشيخ، رجب الناظر، مدير التصوير ياسر منصور، والاخراج للمخرج المتالق دائما احمد العربي، والاشراف العام دائما الاستاذ خالد الشريف. وهذه تحياتي و